مدرسة تقدم احتفالات ذكرى مظاهرات 11 من ديسمبر عام 1960 من تنظيم جمعية جسور المستقبل ومدرسة تعليم الكايب المعروفة باسم مدرسة النشط وبرعاية بلدية دراريا. بطل معنا الدكتورة سليمة ثابت مديرة متحف ذكرى بحديقة بن عكنون تحت تشريفاتكم طبعا تتفضل معنا الدكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي التلاميذ، ضيوفنا الكرام، السيدات والسادة كل بمقامه ومنصبه. اليوم في الحقيقة نشكر جمعية جسور التي ألقت علي أتعاب كبيرة حول إلقاء هذه الكلمة اللي تخص ذكرى 11 ديسمبر. وفي الحقيقة أنا اليوم أريد أن أوصل رسالة أكثر من 11 ديسمبر، وربما 11 ديسمبر كان رسالة وصفحة من تاريخ الجزائر. قبل 11 ديسمبر 1960 نعود بكم إلى 1830 حين استعمرت هذا البلد الجميل، هذا البلد الجزائر في 1830. فعانى هذا الشعب ما عاناه مدة 132 سنة. فمن 1830 وهذا الشعب يعاني، ففرنسا لما احتلت الجزائر بداية من مدينة الجزائر بدأت في تقتيل وتجويع هذا الشعب. أبنائي التلاميذ، فلو لم يكن هذه الثورة المجيدة ما للحظة واحدة ما نتصورش نفسنا أننا موجودين في هذه القاعة، لأنه كان ممنوع بقوانين وبدساتير على التلاميذ ما يعرف بين قوسين لزنديجان باش يتعلموا باش يدخلوا المدارس والأبسط الأشياء باش يكونوا جزائريين. احنا ما كناش في واحد الوقت نسمى جزائريين، كنا لزنديجان مخلوقات يعني من الدرجة الثالثة. كان لما الفرنسي يدخل للشواطئ اللي هي شواطئ جزائرية يكتب في لافتة ممنوع على الحيوانات بين قوسين للشيان إلى زرجيريا. يعني احنا الجزائريين كان ممنوع علينا ندخل الساحات ولا الاماكن اللي كان موجود فيها المستعمر. فالمدارس كذلك ما كانوش دارس غير نروحوا للمدارس، كانت ممنوعه علينا، كنا ممنوع علينا نتكلم اللغه العربيه، ممنوع علينا يعني كل ما اليوم احنا رانا نعيشوه، رانا نلبس، رانا نخرج، رانا نتفسح، رانا ندرس، رانا نضحك، كانت هذه ممنوعه على التلاميذ اللي كانوا والاطفال اللي كانوا في سنكم. واش كانوا يديروا الاطفال؟ كانوا يخدموا يعني يا حمالين عند الاستعمار، لما تروح للمراه ولا للفرنسي الى السوق كان الطفل اللي عنده 8 سنوات 5 سنوات واللي كان في السن تاعكم هو اللي يحمل هذيك القفه ويديها لها البيت، كان ممنوع عليه يقرا. كانوا دي سيغور دو شوسور يعني كانوا يمسحوا مساحين الاحذيه في الشوارع. كل هذا اليوم اللي احنا نعم به جابته لنا الثوره التحريريه وجابوا لنا الشهداء اللي ماتوا في هذا الوطن. 11 ديسمبر كان حلقه من حلقات، لان 11 ديسمبر 1960 حلقات كبيره مر بها الشعب الجزائري باش وصلنا ليه. جابت فرنسا سياسه واحده اخرى، لان فرنسا استعملت كاع الوسائل باش تحافظ على الجزائر. من بين الوسائل اللي استعملتها جابت شعار الجزائر الجزائرية الفرنسية، وجاء دوغول بهذا الشعار الجزائر الجزائرية، عفوا الجزائر الجزائرية، حب يخدع الشعب الجزائري بهذا الشعار ويمشوا معاه في هذا الشعار ويباركوا للاستعمار. لكن جبهة التحرير والشعب كان فاطن، فخرج هو بشعار آخر الجزائر مسلمة والجزائر مستقلة، تحيا الحكومة المؤقتة، يحيا بالله، يعني هاد الشعارات تاع الاستقلال. وفجأة دوغول بهذه تعبئة الشعب،
الكبيره اللي كانت في كل المدن الجزائريه وفي الجزائر بالذات في عين تيموشنت وفي الجزائر العاصمه. تعرفوا باللي ان في هذه المظاهرات ماتوا الشباب كثير وماتوا حتى اطفال، ولعل فريد الدخلي اللي هو من حي صالومبي كان من شهداء هذه المظاهرات. فخرج الشعب كله كلمه واحده، خاصه النساء اللي نحييها تحيه خاصه، فاللي كانت تطرز هذه العلامات وهذا العلم الجميل وخرجت به في 11 ديسمبر وما اباتش للرد الفعل الفرنسي اللي قابل هذه المظاهرات بقوات كبيره جدا بالرصاص، وراحوا ضحايا في هذه المظاهرات. ولكن انتصر شكون؟ انتصر الشعب الجزائري بتوصيله لهذه الكلمه الجزائر مستقله. وفي نفس الوقت ولاول مره كان في هيئه الامم اجتماع في 20 ديسمبر وطرحت القضية الجزائرية ونقشت القضية الجزائرية. علاش؟ لأنه فهموا أن هذا الشعب مستحيل أن يمشي مع الاستعمار الفرنسي ويؤيد هذا الاستعمار. وأنا اليوم الآن نوصل لكم زوج يعني دو ميساج. الأول أننا نحافظ على هذه القيم اللي جابتها لنا الثورة التحريرية، من بين هذه القيم هذا الشهداء وهذا الوطن وهذا العلم وكل النشيد الوطني وكل هذه القيم نحافظوا عليهم، لأنهم هم اللي خلونا اليوم نجلس هذه الجلسة وخلوكم اليوم تنشدوا لنا هذه الأناشيد الجميلة وتقراوا وتروحوا للجامعة كل حرية وفرحة، لأن لو كان يعني الجيل اللي سبقهم ما كانش عنده هذا الحظ. والرسالة الثانية للأولياء للأسرة التربوية باش تكثر في الزيارات، وهذا أولا هذا النوع من الأنشطة زيارتها للمتاحف. أنا في نفسي راني مديرة تاع متحف في بن عكنون، نفرح لما يجي هاد الشباب. علاش؟ لأنك في المتحف تشوف الأمور ملموسة، تلمس ما تقراه في 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 المدرسه. فزوروا المتاحف، حافظوا على كل هذه القيم وهذه الاشياء الجميله اللي خلتها لنا تاريخنا، لان ما كان حتى شعب عنده تاريخ كما الشعب الجزائري. ما نطيلش عليكم بزاف، نشكركم ونشكر مره اخرى رئيسه الجمعيه والجمعيه على هذا النشاط، وان شاء الله نستقبلكم كلكم في معرض الذاكره.